الدم كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء عليه تراب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا قبل كل شيء باسم أعضاء جمعية السنابل السبع للأعمال الاجتماعية بني أمصار نشكر الحضور الكريم على قدومهم وتلبيتهم للدعوة، كما نشكر الأستاذ عبد الله النهاري على تلبية الدعوة وعلى تحمل عناء السفر من مدينة وجدة. ضيوفنا الكرام في هذا اللقاء المبارك بهجة العيد. إضافة إلى ذلك قامت الجمعية بمساعدة التلاميذ المعوزين بمناسبة الدخول المدرسي بشراء كل المستلزمات الدراسية. ضيوفنا الكرام، تدعوكم جمعية السنابل السبع إلى المشاركة والمساهمة في برنامجها المتبقي لسنة 2011. نذكر من بين هذه البرامج عملية التبرع بالدم لفائدة المرضى المعوزين، وعملية جمع الملابس الجديدة والمستعملة لفائدة إخواننا القاطنين بأعالي الجبال وإخواننا كذلك القاطنين بأقصى البوادي. أخي أختي المسلمة، لا تبخل بجهد رزقك الله به، فإن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. والسلام تعالى. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يظلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على مقام سيد الأولين والآخرين حبيبنا وقائد دربنا وقرة أعيننا وشفيعنا في عرصات يوم الدين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وصلي اللهم وسلم على إخوانه في درب الدعوة النبيين والمرسلين، ورضوان الله الأكبر على الآل الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته والصحب أجمعين، والتابعين والموحدين في كل وقت وحيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله على الحبيب محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا رب أجرنا من النار. آمين. يا رب لا تحرب وجوهنا يوم القيامة من جهنم. اللهم لا تفضحنا يوم العرض. آمين. ولا تفضحنا فوق الأرض. آمين. ولا تفضحنا تحت الأرض. آمين. سبحانك رب سبحانك، أظهرت منا الجميل وسترت منا القبيح، ورأيتنا على المعاصي فلم تفضحنا. لا إله إلا الله، ما أحلمك وما أوسع حلمك على من عصاك. اللهم يا رب، كما يسترت لنا أن نجتمع في هذه القاعة على طاعتك في هذه الساعة المباركة، نسألك أن تجمعنا جميعا هكذا يوم القيامة مع الحبيب رسول الله في جنة الفردوس بفضلك ومنك وكرمك. يا رب ارحم آباءنا، ولدنا ولدنا، اشف مرضى المسلمين، فرج كرب المكروبين، اقضى حوائج المحتاجين. اللهم اصلح اولادنا، اصلح بناتنا، اصلح نساءنا، اصلح يا رب جميع المسلمين. يا رب لا تعذب احدا من امه حبيبك محمد. يا رب لا تمت مسلما حتى تتوب علينا. يا رب ارزق الانتقال الى المرحله الديمقراطيه التي يحظى فيها الفرد المسلم فقد خليفه الله في ارضه، يعمل بدين الله وبهذا المشروع الرباني من اجل احياء هذه الخليقه، او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وصل اللهم على الحبيب محمد.
وما احبابي انا ما نحتاج للمعنى ان شاء الله المرة الجاية تجي وان شاء الله نتلاقى وعطيك شاشة والله جزاكم الله خير. اولا من تكون انت؟ اذا تحدثنا عن المجتمع الاسلامي فانت لست غريبا عن هذا المجتمع. شكون انت اخوي؟ انت فرد من هذا المجتمع. يؤذيك ما يؤذيه ويفرحك. كاين هذا ولا ما كاينش؟ ولا غيرتش؟ واش كاينين ولا ما كاينينش؟ لا قولوا لي واش كاينين ولا ما كاينينش؟ لو كنت نعرف الشلحه نتكلم معاك بالشلحه غير هذا صافي. واش هاد واش كاينين ولا ما كاينينش؟ ما اكثرهم. هادو يهدموا اخر ذكر اهدموا. واذا لم يكن لديكم خبر فالاخبار كثيره وكل واحد ان يستحضر مئات الامثله في راسه. درجات كان اللي ماشي يهدم غير شويه كان اللي يهدم. اعلام فاسد يروج الفواحش. حكومه مغربيه تهرب مساله تهم امه رسول الله بحرب هويتنا في رساله 13 ارسلوها الى الامم المتحده ولم تخبر بها ممثل الامه وبطريقه غريبه. والمجتمع مهيئ لكي يستفتى حول الدستور الجديد الذي ينص على اسلاميه الدوله في هذا الوقت ممارسه غريبه. لقد أزلنا التحفظات حول ما يسمى باتفاقية سيداو المتعلقة برفع جميع أنواع الميز بين الجنسين. والمرأة المغربية ما تزوج بالكافر. قانون. هذا الشيء مش جريدة رسمية، ليه ما حتعطيك أنا جريدة رسمية. إيه؟ والمرأة ما تستحقش الصدع. والمرأة اللي في البادية مسكينة في البادية ما خدامة والو، هي أيضا محتاجة أن تنفق على أولادها، فنضيف عليها عياذا بالله ثقل النفقة وهي التي لا تجد ما تنفق على نفسها. أين الجمعيات بتاع المجتمع المدني؟ أين جمعيات النسوانية التي تدافع عن حقوق المرأة؟ أين المجلس العلمي الأعلى الذي يتحدث عن ديننا وهويتنا؟ أيها المجلس العلمي الأعلى، هل كبر المغرب؟ هل كان دستور المغرب قد استرجلت فيه ما يسمى بمادة دولته إسلامية الدولة؟ احنا ما كفرناش، احنا كفرناش الأمة لثوابتها، لهويتها، لتاريخها، مش كده؟ كاين هاد واشنطن، وكاين اللي ما يبانو فلوسو العمل الاجتماعي تاع حتى الجهه اليمن، تعرف اليمن تعمل؟ اليمن تعمل انا واش؟ احتاج الانتخابات باش يصوتو في الجامع ويسحر الباب، السلام عليكم. السلام عليكم. زعما خصك في الجامع شي فوله الله يعطيك ان شاء الله فوله للشركه. عمل اجتماعي موسمي لا يناد به وجه الله، انما يناد به تحقيق مصلحته الشخصيه. عمل اجتماعي يصار المقصود منه والعياذ بالله التسلق على رقاب الناس للوصول الى مراكز القرار من اجل ان يضع بصمته في الطاوله التي تقسم فيها الكعكه. حتى ينظر اهل السياسه في كثير الامور الى هذا البلد. خلونا هذا ما نهضروش عليه. خدمه الامه ما زال معيالي بتقدس القبور وتدعي الموتى وما زال فيها والعياذ بالله المراه تعتقد لحد الان ان اللي زوجها هو الجزام يا زوجها واعطيها لولادك وش اكتب لي ولا مشي للتحليل ما تكعكوش. هذا مجتمع حرام. شوف وانت تنعم العلم لها بالعلم فقال لها ايوا ما الدليل على وجود الله؟ هي شديده من المطرح. فقالت رضي الله عنها ما عندكش البعره تصيبها بلا ما تقول فاتنا البعير لان البعره من البعير. واثر الاقدام تدل على المسير. اذا وجدت اثرا للاقدام على اديم الارض تقول انها دليل على ان ثمه مخلوق مر من هنا.
والسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل هذا على القوي اللطيف القدير سبحانه؟ شو هذه غمرة غمرة، أتمر به بهذه الحوادث اللي مشاكل عندك هنا، انكاس عند البيت ديالك الحنث وما يفتوش، وتهضر على القذافي الهيف تغامز مع كيس 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 تحرك يا صاحبي مال وش بنت هالشي جي نزل لك بالسر مر عمر على اقوام جالسين اسمعني بل اعور قالوا شو راكم تديروا هنا؟ قالوا متوكلون قالوا هذيك هذيك العصا ضربوها من الراس بالدرع قال بل متواكلون ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه لا تخدم يا شرط لله لا تصيح السلبيك الذي ينتظر الرزق من الاخر لماذا لا تكون كالطير تطير في السماء وتزاحم على الرزق وتاتي به وانت عزيز ثم تطعم نفسك وتطعم الاخرين ايهما اثقل في الميزان عند الله من ينفع نفسه وينفع الاخرين ام من يكون عاله على الاخرين لا تكون امعة ولا عاله فاليد العليا خير من اليد السفلى وابدا بمن تعول يا اخي يا اخي اسلام ارادك ان تكون انت مكلمه الفهم خلينا مع السريين ثالث المجتمع هو الذي يهمنا وهو هذا الإنسان بهذه المواصفات فمن تكون أنت؟ أنا أكون صالحا في نفسي وعلاش أنا صالح في نفسي؟ لأنه لا يمكن أن ينتظر مني أن أصلح غيري وأن أنفع غيري إذا لم أكن أنا صالح في نفسي فتجد الشيء لا يعطي ولذلك المجتمع المسلم من خلال نصوص وأخلاق والواغش والمشجون الوحدم ونخدم على قد ما راهم يحضروني ولا ما راك تخدم على قدامك يا واحد السيد في الجزائر في الجزائر تاعنا قال له أعطيني الله يرحم والديك البارة قالها الرئيس البلدي أعطيني البارة حتى نخدم شومال قال له غير روح غير دير روحك تخدم غير دير روحك تخدم واش من شومال قال له أعطيني البارة حودي غير روح في نهارك طالعة صاحبي قال له أعطيني قال له علاش قال له على من ورك لو باش يوردك اللي يحصل الكرسي اللي راه جالس فيه يمشي في الصباح الاداره مع العشره ويقلع البالطو ويديرو تما ويخرج للقهوه اخويا راه في المثنى لا راه حنا البالطو نتاعو راه غادي يجي البالطو ينوب عنه معطف الموظف ينوب عن الموظف في خدمه مصالح الناس يا سلام يا المغرب يا المغرب وهذا كيقول لك في التنمية البشرية هؤلاء لا يؤثرون في التنمية بالإضافة ولا بالسلب على السواء تبقى كونستون كنسميوه ها اسم دروات كونستونت معنى كونستونت أن التنمية تظل هي لا تتدحرج إلى الأسفل ولا ترتقي إلى الأعلى إذا كنا نجيبوا 3% نتاع المنتوج نتاع الزيادة نتاع المنتوج الدخل الوطني الخام تبقى 3% بهؤلاء لأن هؤلاء يأخذون بقدر ما يعطون أي الإضافة صفر والنقص صفر زيد صفر 3 ولا نقص صفر تبقى 3 على كل حال هذو أصحاب اليمين